من الحضور الجمهور ليه ينجم يأثر كان على الملاعبية معناها البريباسيون اللي صارت؟ شوف ثم مبدأ، ثم جامعة تونسية لكرة القدم، شكون حسبك أنت اللي يلزم ويحرص أنه يكون ثم جمهور ويقوم بالإجراءات القانونية والإدارية كل مش يكون ثم جمهور؟ كان بات من الكاشف أنه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ما كانش يحب على جمهور، وأحنا الفريق الوطني الوحيد اللي لعب بلا جمهور. هذية هذوما حقائق، لأنه الوزارة في بالها زعما مش قرار من الكاف. لا 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 جامي دلا في كل سامي سامي. كل بشوية بشوية مش عطيك شنو صار. لا لا خليني باش نقول فماشي يا أنفات اللي كل المباريات متاع البارح في افريقيا تلعبوا بالجمهور ولا لا؟ الواه المباراه تاع تونس ما تلعبتش بالجمهور لانه وزاره الصحه ما حصلوش على الترسيخ من وزاره الصحه لي زوتوريزاسيون اللازمين عطاتهم متاخرين والجامعه بعثتهم وزاره الصحه ووزير الشباب والرياضه من وقتاش اقروا انه يلعبوا بالجمهور المقابلات هذوما؟ لا نجاوبك. المقابلات هذوما يطلبوا ترخيص استثنائي، معناها كل ماتش باش تنظمه في بلادك لازمك ترخيص من وزاره الصحه لامور لا باس عليها. الترخيص هذا وصل لهم تمشي الكاف. سامحني في الاجتماع الفني تتوظف سامحني باش نكلمك يا سيدي. جات مأخر هذيا ولا ما جاتش بكل؟ شنو هو دور الجامعه التونسيه لكره القدم؟ شنو هو دورها؟ دورها ما جاتش هما ساعة إلا سوليسيت، يعرفوا دات، يعرفوا ثم مباراة سواء كانت المباراة هامة ولا مش هامة. شبيه هذية الديمارش هذية الواه ما قامتش بها لا برانسيبال كونسيرني اللي هي لا فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول، وبعد ما نغطيوش عين الشمس بغربال. احنا نعرفوا أنه ثم إمارة كرة القدم التونسية ممثلة في الجامعة وفي رئيسها وعندها إعلامها وعندها أربيترواتها وعندها نواميسها وتحب الاستقلالية التامة متاعها برغم أي سيدي. نحي الوزارة، نحي وزارة الصحة، نحي الدولة كدولة، الجمهور شكون اللي عيط البارح؟ شكون اللي تجاع البارح؟ توجع الجمهور. لذا ما الجري كما يجي الجمهور امشي ياسر وجيبوا الاستوديو هذايا. هي الحركه بين الجامعه والوزاره مش ضحيتها الجمهور. انت جيب وزي رئيس الجامعه وحطه قدامنا وتوا نسالوه. وتوا نسالوه لانه نحب معناتها نذكرك في حاجه. أي؟ الجامعه هذية عندها بطولتها، عندها كأسها، الكأس متاحها لا يحضر فيها لا رئيس جمهورية لا حد شيء، ويتصدر فيها وديع الجري هو كرئيس جمهورية. والبارح كان هو في فكرته أنه هو وجماعته مش يتصدروا كالعادة وكأنهم دولة برئيس الجمهورية متاحها، يا أخي رست لهم هما في الجرادان وفكولهم تريبيون دونور. ثم أمور لكن هذول الجمهور كان مش يخدم المنتخب يا سامي. اسأل رئيس الجامعة متاحك. لا نحكي وزير رئيس الجامعة. خلاص أنيس، حضور الجمهور اللي صار قبل الماتش أنت كنت ملاعبي، كان نجم يأثر على ملاعبية الشوشة اللي صارت قبل ساعتين وثلاثة من الماتش؟ من الناحية الذهنية ما عادي ولا لا؟ أنا نحكي شخصيا، معناتها نحكي على روحي مش نحكي على تو ولا اللي موجودين. أنا ما خلقش خاطر شنو حرب ما بين الجامعة والوزارة. ليش متدخلنا فيها؟ خليني نوصل. خليك كامل. تو أنا ملاعبي نتاع كورة ولا جاي نلوج على المشاكل؟ أنا غدرة وماهوش يقولوا لي البرفورمانس نتاعي خايبة على خاطر قعدت أنا نفكر الجامعة لازم نلقى حل الوزارة أنا خويا ملاعبي محترف، عندي ماتش 90 دقيقة، كيفاش باش نبدا وكيفاش نوفيه؟ نسكر وثم طريقة تحضير ماتشوات زاد. ما نصورش ان الملاعبية اللي موجودين في المنتخب في المستوى هذاك باش يخم في مشكلة في الوزارة ولا الجامعة. هو انا في مخي، انا كان جيت البارح مخي هيك كيفاش نبدا مباراتي، مطالب بثلاث نقاط باش نمشي لماتش البراج، باقي كل ما يعنينيش. يا اخي ما لعبش قد 60,000، احنا ماتش الاوفرتور نتاع الكوب دافريك ما سخناش في التيران، سخنا لوطا فكر للصالة الصغيرة للواحد ونسمعوا في الجمهور ونسو كالم، معناتها كل واحد وطريقة شخصيات. أنا نتصورش موضوع الوزارة ولا الجامعة ولا عدم حضور الجمهور ولا وجوده ولا مش وجوده بشي قلق. عندي أندي فيه
موجود على ثلاثة نقاط في مباراة بالنسبة لي أنا لازم يتم تحضيرها مع الإطار الفني. الباقيات ما تقلقش أنا مراش روحي نتقلق. أنيس أنت تحكي على لاعب، أنت كلاعب قديم تحكي على اللاعبين هذوما، احنا نحكيو على حاجة موجودة. هي ما تقلقش من اللاعبين، ما راهوش موضوع نحكيو في الأخر بكل، في الأخر بكل. وزارة الشباب والرياضة حملت الجامعة التونسية لكرة القدم، قالت لها كان تصير حاجة للفريق الوطني انتم المسؤولين والجامعة التونسية لكرة القدم، حتى الوزارة مسؤولة زي. قال قال الوزارة مسؤولة، ويخرج معناتها اليوم ستاتيو نتاع حسين جنيح اللي هو المسؤول الأول على الفريق الوطني. امشي اقراوا ستاتيو نتاعو. والله ما نعرف، شوف حسين جنيح واقراهون لانه مهم جدا جدا جدا. مثالش ما نجمش، ما نجمش نقراه الكل، اما مهم برشا. اسلام انك تقرا على مستمعينا، تقرا لهم الستاتيو نتاع حسين جنيح اللي معناتها دخلنا في حرب شامله بيه. ومدمره لكل خدمه. خلينا نتعدل نحكي اكثر فنيا. لا حق الموضوع. انا عندي نقطه نحب نحكي فيها. احنا حكينا على الجامعه، حكينا. انا يظل اللي زاد لخبط الامور الكل هو بلاغ تاع وزاره الشباب والرياضه. انت تعرف اللي وصل لنا بلاغ، وصل بلاغ من الكاف قال لك ماكش باش تلعب بالجمهور. علاش صحه الراس تخرج من بعده هو في بلاغ تقول براو يا جمهور راه حتى تدخل بلاش؟ علاش الحرب هذه معنا ولات مع الجامعه؟ اذا كان خرج بلاغ من الكاف انت الموضوع، خرج بلاغ من الكاف الواه، انا الوزاره خرج بلاغ الوزاره تلوش في حرب يعني تلوش لا 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 يعني دور تاع بطوله وهميه بصراحه. لا 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 لا. سامي لا. انا بالنسبه لي انا المسؤوليه كامله للجامعه. الوزير هذا سمح لي لا كلمه بركه باش نقولها، الوزير هذا معناها كما قال الاخر يضرب الهدايا وتراجع ورئيس الجامعه هذا اش بيه تراجع ورئيس الجامعه هدايا. خلينا من رئيس الجامعه ما اللي هي رئيس الجامعه ما هو كلاعه اماره وزيع الثاني كره القدم. بعد الفاصل نتعداو الموضوع بعد الفاصل. احنا تو الموضوع هذا ياخذ قرار وبعد يتراجع اكثر روحك باش تراجع علاش تاخذ فيه. خلينا نطيحوا التونسيون شويه خاطر كل واحد ورؤيه لازم نحترموا رؤيه خويا سامي ولا سي وجدي. اليوم احنا تعدينا كيفاش نشوفوا منتخبنا من بعد، شنو اللي كريتيك وشنو الحاجات اللي نجموا نقدموا فيهم باش نعملوا ماتش باراج مهما يكون الادفيرسير وشكون الادفيرسير، هذا اللي يهمنا. المشاكل هذه موجوده لا نجم نكرها انا لا حتى حد. البلاغات والتصريحات هي تاكد انه ثم اشكال للامان. اذا ثم ناس وكبار ونعرفوا مصلحه الكره التونسيه ومصلحتنا احنا كتونس خاطر ثم درابو ثمش اشخاص نجموا نقعدوا حوار به الطاوله به. صحيح ثم اشكاليه تقديمه كيما تنجم تكون، لكن التواصل والحوار ونقعدوا على الطاوله على بعض النقاط ثمش مشكله نقرب لبعضنا ويكون ثم اونطونت ما بين الجامعه والوزاره وتسهيل الخدمه اكثر مهما تكون الاشكاليات. الرا انه مصلحه كرة قدم التونسية مهم برشا. أنا نحكي لك حاجة اللي نحكيه فيه في الموضوع هذا اليوم، أنت ساعات بعض الناس والفنيين يطرحوا سؤالات علاش الملاعبين يلعبوا البر يجي يجيوش يعطيوك أحسن ما عندهم في المنتخب. عنده الحق. ملاعب يجيك يلقى تيران حفر ياخذ فيه 50 ميل اورو ولا 60 ميل اورو في الشهر. مشكل شكون الملاعب المحفر؟ لحظة بركة سي وجدي باش نكمل ديسكور ونرجع لك نرجع لك. اليوم كي تجيب ملاعب انترناسيونال يلعب في سانت اتيان تيران زربية كاليتي تاع تيران ويجي بعد ليكيب ناسيونال في راتس محفر يجي يعمل انطور يقعد جمعتين تتفك بلاست ونجم يخسر كونترا. مسؤوليه شكون البنيه التحتيه؟ اليوم الوزاره تتحرك من جهه والجامعه هي سياسه الدوله فوالا هذه. علاش قلت لك احنا نقدموا في الاتجاه اللي نجم يعاوننا ما نلوجوش على الحاجات اللي تنجم توخر بينا ونقفوا غادي. ليه اليوم راهم الملاعبين تاعنا مطالبين يلعبوا في يو نيفو مستحقين زاد الميادين محترمه نتاع لاعب كره قدم مستوى عالي تكون الكاليتي زربيه حتى على الايماج. انت تشوف الجزائر كومبلكس نتاعها تشوف كاليتي راهو المغرب احنا اليوم الانكس نتاعنا سي وجدي كي تشوف الملاعبين يتدربوا راهو تشوفوا اصفر وكي تدخل وتحط ساقيك تغرق وتقول انت ملاعب شبيك ما تاكش احسن عنده. خلينا نحكي شويه على المقابله، كمل نحكي على المقابله سي وجدي. المنتخب حكينا وجه ممتاز في الشوط الاول، الشوط الثاني تبدلت برشا حاجات، شفنا المنتخب يجري في المقابله، شنو تبدل بين الشوط الاول والثاني؟ لا مش يجري في المقابله بركه، وشفنا قله انضباط تكتيكي لان شفنا عديد اللاعبين ياخذوا الكره في السطوح في الهجوم وكانوا يعتمدوا يعني على الفرديات ويعتمدوا على اللعب الفردي المفرط يعني وما ثماش لعب جماعي. وقت اللي كنا نجموا نستغلوا الوضع ونزيدوا نسجلوا اكثر اهداف لانه هذا يعطي اكثر هيبه للفريق. شنو فريق داخل المرحله الحاسمه المباراه الجايه نتاع البراج وانت فايز تفوز 6 ولا 7 سي امبورتون مهمه برشا. كنا نجموا احنا نزيدوا اكثر ندعموا النتيجه هذيك وترجع يعني بالفائده على الفريق. حاجه اخرى يعني
شفنا بعض اللاعبين حتى موك دو ديسيبلين في بعض الاحيان شفناوه بالخسر التصرفات نتاعو غير لايقه حتى مع زملائه حتى كي يعملوا الشانجمون ثم حاجات لازم يتصلحوا في المنتخب. مثلا شنو شفت ما عرفتش كنت في الستاد شفت حالتك شنو ما كنتش في الستاد اما متغشش مزيج ياسر ياسر وحاجه اخرى وراه خرج من منعه من ورقه حمراء الحكم كان معناها متسامح معاه لاخر لاخر واحد يعني خذا الصفره الاولى والصفره الثانيه تاع شاط الكوره وقت اللي زفر لك الحكم يعني لازم شويه انضباط شويه ضبط النفس ما يلعبش الماتش الجاي. باهي انيس التغييرات اللي عملهم الكبيره في المقابله دخل كان بن سليمان بلاصه الخاوي في دقيقه 46 من المقابله كيف كيف المثلوثي دخل بلاصه دراجر بون هذوما الزوز حسب منظر الكبير كانوا اصابات زوز من لعبيه توقع اتصابوا وخرجوا دخل كيف كيف حمزه رفيعه. شكون الاول الاصابه؟ الخاوي. الخاوي. خرج في ميتون بسبب الاصابه ايضا رفيعه بلاصه سليتي. وبلنظام بلاصة فرجاني سياسي تحسش فما ميساج من الكبير ان يستحضروا على الجلتاء اللي عملناها تقريبا البيفوات الكل اللي فما الكل دخلهم في المقابل بوست بر بوست ما فماش غيرش قعد مركز بمركز كعمل تغييرات مركز بمركز خليه الشعلي اللي دخل بلاصة خضري نو اي فقط هذا الشعليلي بلاصه الخاصه الشعليلي مش بوست بار بوست ما يدز بالرمضان ويرجع الشعليلي هي حتى بالرمضان مش يدز نجمش يلعب قدام في بلاصه الخاصه حتى في الاسبيرونس بون مش هذا الاشكال لكن ماهوش الاشكال الكبير لكن المانيير والشوف العقليه انك تكون رابح ثلاثه بلاش وادفرسير ماهوش ديتاي كبير ونعملوا بيرفورمانس باهي نكونوا 90 دقيقه اليوم زامبي ممكن تعطيك الفرصه انك تضيع 45 دقيقه وما ترجع لكش في الماتش ادفرسير اخر تكون ربحوا بثلاثه ودو كاليبر وعمل التغييرات يقلق بركات بوت وفلتت بينالتي ما تنساش يعني اليوم نيتا ديسبري يلزمنا نبنيو عليه جيمي توم مخالف كليين نشاوت الاول هذا مفهوم علاش خاطر المنابي اللي يعيش ضغط كبير قبل المباراه وتحضيرها ويلقى روحه من بعد في بدا الماتش بالبدايه وربح ثلاثه تصير هكا النونشالونس مونتالمون يصير نونشالونس يولي في بلاصه باش يعطيها سهله يعمل لها هكا وتوش الزايده ودي ديشي وذاك اللي دخلنا فيه الفاسيليتي في ديزاميتون في تونس وفي مستوى معين انتردي على الملاعبيه نتاعنا انه يتوحوا في النونشالونس وبالفكره ذاك خاطر شوف هي سلسله وهما دي بتي دي تاي فون لا ديفيرونس جزئيه صغيره هي اللي تعمل الفارق اليوم اذا احنا باش نمشيو لقدام يلزمنا لي ديتاي هذوما نقفوا عليه ما نكونوش سعداء برشا بالانتصار خاطر موش تاريخي حقنا لكن حطينا روحنا تحت الضغط لكن اليوم احنا مطالبين ان الجزئيات الصغيره هذه اللي ما مشاتش معانا خاصه في الشوط الثاني ولا في المباريات الاخرانيه نعملوا اجماع وسي منظر افيك ستاف تكنيك ممكن حاجه باهي ريتا في عادل انه خرج كان موجود مخاطر سي منظر ما نجمش يجري وحده مش هو راهو العمل يكون متكامل بين اطار فني كل حاجه في عادل يعطي نصيحة سي جلال قادر زاد كيف كيف هذه هي يعني روح المجموعه يذل ريناه نحب نقول انه يصير اجتماع اداره فنيه ويشوفوا اغلاطهم بوندون المباريات نتاع التصفيات الكل وين نجحنا ثم دي شيما لعبوا بهم اكثر ممكن اللي شيما يلعبوا بهم هما معناتها 4-3-3 ومن بعد غير 3-4-3 كما نقول انا ولا ثم وجهات نظر اخرى ثم تغييرات انه الشيما اللي نجم ينجح به المنتخب خاصه في عوده السخيري فورمه العيدون وفرجاني ساسي هذوما الثلاثه اذا هذوما الثلاثه باش يكونوا في اوج العطاء نتاعهم وتختار ديما 3-4-3 وقت اللي انت لازمك تغير نجم تلعب بال 4-2-3-1 هذاك الريجيسور علاش اليوم كي يكونوا موجودين ثلاثه من لاعبيه هذوما ما نجمش تخليه على واحد منهم انا واحد من الناس كمدرب نتحط تحت الضغط العيدوني من افضل الملاعبين اللي موجودين بالنسبه لي ستاني اكزامبل في مباراه البارح الكاليتي اللي عنده كيفاش يتبلانجا ومن بعد الهدف شنو اللي تا دي سبرين تاعو الصخيري انتوشابل بارابور اللي قدم فيه في المنتخب وفرجاني مستحيل نعرف عقليته انه تنجم تحطه على البنك نغار يتقلق يعني هنا سي منظر اذا باش تغير انت تولي تلعب دو بيفو ما نجموش نلعبوا ديما بثلاثه بيفوات يجي يجيك ماتش باش تلعب دو بيفو كما مباراه البارح كيفاش باش يتم التعامل مع الظروف هذه سي منظر يعمل اجماع ويقعد مع الاطار الفني نتاعو يشوف وين نجحنا وين اخفقنا خاطر راهو يا سي منظر الماتشات هذوما عطاوك فرصه باش تصلح غدا نلعبوا ماتش ليوروتو يا ننجحوا يا ما ننجحوش خلينا نكمل معاك نفس السؤال للثلاثه برشا الضغط كبير على منظر الكبير فما حتى برشا ناس طالب انه يزيه يقول لك اليوم في المنتخب حناخذ رايكم الثلاثه في الموضوع نبدا معك انت يا نيس كمل معاك وبعد نمشي نشوف انا خليني ساعه نقول انه لحد هذه اللحظه مهما تكون المانيير سي منظر ناجح بالارقام النتائج والارقام تؤكد نجاح المدرب هذا
عندنا بعض النقد على المستوى الفني في بعض في جل المباريات على المستوى الفني والدخول في المباراة وكيفاش التعامل مع المنافسين نتاعنا وما نعطيوش أكثر قيمة. موريتانيا احترمناها برشا في موريتانيا، غيني احترمناها برشا، يزم تكون عندنا كاريزما نتاع منتخب يوصل في ساعة ويسجل ويكرازي يقعد ولا يمشي في الوقت الحالي ليه يقعد يكمل سامي. شوف المباراة هذه نتاع زامبيا جات بعد تعادل مع موريتانيا، بعد هزيمة درينيا الاستوائية، جات ايضا بعد تشكيك ونقد كبير في نوعيه اللعب تاع الفريق التونسي واختيارات المدرب الوطني. اليوم من 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 اليوم حتى المارس، من اليوم حتى المارس، اليوم يدورين مشهد قدامهم اليوم حتى المارس، بيان كو انت تتكلم على الجوارات هذوما من هوني المارس معناتها سي معناتها سي تي نوتري استوار، شكون يبدا في فورما يبدا في فورما ثم يكون واحد بيسي واحد في الباركور نتاعو كل غلطت في الاختيارات، في الاختيارات وطريقة اللعب تاع الفريق الوطني ماهيش مطمئنة وماهيش حلوة. دونك اليوم كان مش يقعد ويلزم يقعد، ما تنجمش تبدل توا شوفوا يقعد بشوية اي، لانه شوف شوف هي هي الحلم الكبير راهو، خليني نحكي لك مثالش نتكلموا حاجات نحنا ما بيناتنا نعرف الكرة شوية، هو الحلم الكبير نتاع الوديع الجري يمشي لقطر ويهز معاهنا بالمعلول ونشوفوا نحن الضغط في اللي في اللي ريزو سوسيو في اللي ريزو سوسيو ولو ما تهزش هذاك ولو هذاك ولو ما تهزش هذاك، هذاك الحلم نتاعو نبيل معلول راني في الكويت. قلت الحلم نتاعو يا اخي ما يخرج ما نجيبش يخرج من الكويت كان ينجم يجيب معني باش نكلمك اسمعني باش نكلمك هدايا 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 الحلم معناتها الحلم الاخي. شوف اللي وراه اللي وراه معناتها منذر كبير صحيح نتائج موجوده، لكن النتائج موجوده شكون لي زادفيرسير نتاعنا اي شكون شكون لي زادفيرسير نتاعنا بطريقته باختياراته هذوما الى يومنا هذا خلاف الشوط الاول نتاع مباراه البارح يلزم يعاود يراجع نفسه. باهي جاوبني على سؤالي يقعد ولا يمشي؟ لا لا بالنسبه لي انا يقعد يكمل ما تنجمش سواجدي. لا هو شوف شكون واقعين يعني توا في الظرف هذا ما تنجمش تنحي المدرب نجمش عنده ماتش ديسيزيف، عندنا البطوله العربيه اظن قبل فهمتني عندنا ماتش ديسيزيف في مارس اظن سامي الماتش في اظن 18 ديسمبر تصير القرعه باش نعرفوا شكون باش نواجهوا ومن بعد الماتش باش يجي في مارس. دونك عندنا وقت يعني ويزم توا منظر كبير يراجع يعني نفسه في عديد الاختيارات. انا حاجه واحده انا كان جيت انا رئيس الجامعه نقول له منظر كبير نجدد الثقه فيك، لكن حاجتين نحب نشوفهم في الفريق، نحب نشوف شويه استقرار في التشكيله. علاش الاستقرار في التشكيله في التشكيله وحتى في طريقه اللعب؟ لانه ذاك اللي يعمل الانسجام، راه كل مره تبدل خطه كل مره تبدل ملاعبي، مره هاو دراجر مره هاو اسمه وجدي كشريده مره هاو سليتي مره ما نعيطش للرفيعه ومن بعد نعيطه بعد ثلاثة ايام، هذه يخلي الفريق ما ثماش انسجام. نطلبوا في الاستقرار في التشكيله وفي طريقه اللعب، ونطلبوا زادة في الانضباط التكتيكي في الملعب مباراه كامله، لانه باش نلعبوا تو مباريات صعيبه والفرق الصعاب اللي ممكن في مستوانا واقوى منا ما تنجم تفوز عليهم كان بالانضباط التكتيكي. ديما انا توجوريتي ليكيب ناسيونال تاعنا كانت قوتها في الانضباط التكتيكي نتاعها، كنا نلعبوا لعبنا في كان 2004 لعبنا مع السنغال وما ادراك، ولعبنا مع نيجيريا وما ادراك، ولعبنا مع المغرب وما ادراك، فزنا عليهم بالانضباط بالقلايب وباللعب والتكتيك، لكن الانضباط التكتيكي كان موجود في الفريق. يعني هذا مهمين برشا نقطتين، الاستقرار في التشكيله والاختيارات مع التكتيكيه والانضباط التكتيكي نتاع اللاعبين يزم يفرضهم منظر كبير باش ينجم يوصل. نحكي نسالك على الانسجام اللي حكى عليه سي وجدي انيس، كما قال حمزه رفيعه ما يكونش موجود في المنتخب بعد يجي ويهبط قبل الزمزمي وقبل تونيكتي اللي كانوا موجودين قبله معناها في الليسته الاولى، سعد بقير يكون اساسي في المنتخب الليسته اللي بعدها ما عادش نلقاوها حتى احتياطي، معناها الانسجام هذا كيفاش تقراه في الاختيارات نتاع الكبار؟ كيف المثلوثي يكون اساسي بعد ما يجيش وبعد يعاود يجي، كيفاش تقراهم هذا من حاجات انيس؟ نقراهم وقت اللي نعيش معاهم، نجم نقرا التغييرات وكيفيه التعامل وقت اللي نعيش مع المجموعه نتاعي، يعني ما نجمش نكون بعيد في الدار ونقول علاش هبطت هذاك وهذاك، لازم تعايش مع المجموعه ونكون قريب باش نعرف علاش هو اختار وشنو الاسباب اللي خليته. ما نجم حتى حد ياخذ قرار كيما هذا الا ما يكون المدرب اللي عايش مع الملاعبيه نتاعو. ثم حاجات يصيروا بعد علينا كمتفرجين في الدار ويخطروا يعيش مع مجور وكيف هو يختار وحده يا اخي منظر كبير. هذاك موضوع اخر بالك يختار وحده انت، انا تو خليني نجاوبوا هذاك موضوع يخص. انا نحب نقول لك الانسجام نتاعك علي انه البارح ريت ايتا دي سبرين تاع رفيعه، هو رفيعة في الإيتا ديسبري اللي هبط بها قبل أما الحصة وحيدة
يعني نجح امانيس فما حاجات ما تحتاجش انك تكون موجوده معاها. معناها انت ملاعبي ما تعيطلوش من اللول، بعد يجي يهبط قبل الملاعبي اللي عيط له من اللول. نحب نفهمها انا هذه كيفاش. هو راهو اسمع شوف، كان احنا باش نحاولوا كل الملاعب يكون موجود، ان اكيد لازمنا ندافعوا على الملاعبين نتاعنا كل خاطر يخصونا، مش عندنا 11 12 13 ملاعب. المنتخب عمره راهو منتخب تونسي ما يدور في 12 ولا 13 ولا 14 ملاعبي. يهمنا الافكتيف يكون ريش، يكون من 18 20 ملاعبي كلهم سون بري. اما ديما الاقرب رفيق عندك تقول لي زمزم، زمزم ما عنده حتى دقيقه في المنتخب، نعطي افونتاج انا كفاني نعطي افونتاج. اي دونك من الاول انا عيط رفيق قبل الزمزم، ما عادش ما عيطلوش الزمزم. هذاك حاجه، لكن من بعد كي تجي تشوف تقول لي على البنك ويقول لك انا نمشي برفيق خير خاطر انسجامه مع اصحابه موجود اكثر وقت. ما حبيتش تفهمني، علاش خويا انت تعيط رفيق ما عادش الزمزم من الاول؟ اي ولا هذه اختيارات وهو يتحمل مسؤوليته. كي تشوف رفيق خير انت كي تشوف رفيع علاش ما عيطلوش من الوقت؟ علاش تجيبو انت مثلا وقبل بنهار ويعمل حصه وتعب باش تعمل عليه؟ ما وزيد سي منظور لازم يكون ستابل منذ بدايه التربص، يقرا كل كبيره وكل صغيره ويحاول. لكن شوف سي المنظر عمل حاجات ايجابيه من ناحيه النتائج، ووصلنا اليوم لمباراه البراج بالدم وخفنا وكل شيء. ثم بعض النقائص كما قال سي وجدي، حاجه مهمه برشا هو الانضباط التكتيكي، وثم حاجه اهم هي التوازن، ويزمك تكون مستقر على التشكيله. سيفري ممكن يجيوك بعض الاصابات بعض العقوبات، لكن ديما التشكيله واضحه في فكر المدرب. راه عمري ما ريت منتخب ولا فريق ولا مدرب ما عندوش تشكيله في مخه. ممكن يصير غياب اثنين، يصير معناتها ديما ندورو في 12 13 لاعب، لكن سي منظر راه التغييرات اللي صارت بوندون الكاليفيكاسيون والمستوى والتغيير في التشكيله والتغيير في الرسم التكتيكي والتغيير في بعض الحاجات خلات عدم الاستقرار. ان شاء الله يا رب نقول الفترة الكافية هذه الجاية والطويلة سي منظر يزمو يقعد مع الإطار الفني، خاطر هي مسؤولية الجميع. إذا نجح منظر الكبير ونجح مع الستاف نتاعو، وإذا أخفق راهو الستاف نتاعو زاد ما عطاش توصيات الباهي، يقعدوا عندهم الوقت الكافي إنه يشوفوا كل نقائصهم ويحاولوا يحسنوهم. على خاطر احنا اليوم باش ندخلوا على مرحلة حاسمة في زوز مباريات ألي وتور إن شاء الله. المباراة هذه راهو ما تسمحش المنظر الكبير إنه يغلط في حتى تجرام غلطة اون بي كاش، ما نمشيوش قطر ان شاء الله يكون مركز مليح كيما الملاعبيه يحضروا ماتشاتهم، وهو زاد مطالب باش يحضر المباراه نتاعو. لا علاش ما يخليش الباب مفتوح للاعبين اللي يبرزوا في البطوله نتاعنا؟ ثم لاعبين قاعدين يبرزوا. انت تبارح لعبت بثلاثه في اللاكس، هكان تضرب لك واحد من اللاكس لا قدر الله، ترجع تلعب باربعه، علاش نلعب تكتيك وانا ما عنديش؟ هو في مخ الحدادي قال لك اكثر. ثم حدادي ولا قدر الله معلول يا سيدي، هيا وخرج معلول بيعته. شكون جاي يلعب لك على الساحه؟ علاش؟ يعيط لك ساعه الاخر ديما. شوف اذا كان تحب تلعب بثلاثه في اللاكس ديما لازم يكون عندك واحد ولا اثنين في الجروب يلعبوا في اللاكس على البنك، فهمني؟ باش كي تضرب واحد منهم ما بدلش الخطه نتاعي. وجدي لكن نحكيو ملاعبي بملاعبي سيتو. اي وجدي لكن بلا لعيبه علاش ما عيطلوش؟ لا 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 علاش ما عيطلوش؟ وجدي وجدي قاعد يبرز احسن واحد قاعد يلعب في محور الدفاع في البطوله التونسيه. وجدي اسمع ما نعرفش، لا لازم كل واحد ياخذ حظه زاد، لازم شويه ظلم في الكره راه مش وجدي. وجدي احنا نحكيو على زوز مباراة مصيرية باش تصير في مارس هكا ولا لا؟ ثم زوز مباراة مارس. يفو ريتريسير لو جروب. انا انت تقول لي شوية، لا لا سامحني سامحني، انت تقول باش تحل على الاقل ريتريسير لو جروب، لو جروب نتاع 13 14 اللي يحكي عليهم انيس. شوف ما تنجمش تمشي لا بيريود دي زيسي، لا بيريود دي زيسي انتهت. باهيها والخايب نتاعها شفنا البارح اون بون بروميير ميتون، شفنا في مباريات اخرى وفي مناسبه في مناسبه في مناسبات اخرى اختيارات اعتباطيه ومردود معناتها متذبذب نتاع الفريق الوطني. اليوم 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 عندك دو ماتش، يلفو ريتريسير لو جروب، ويلزم هذه المساله التكتيكيه ولا استراتيجيه ولا اللي تحب تحكي عليها انت، هذه يلزمها تتحسم توا، يلزمها تتحسم. تقول لي بون انت تجي تقول لي يلزمك تخلي الجروب محلول وكل، احنا مش محلول عندك بطوله عربيه تنجم تسرب فيها اللاعب تحب. احنا اي احنا ماهوش يلعب ولا يلعب. انا نحكي لك على زوج مباريات اللي جايين، نحكي لك على زوج مباريات اللي جايين. احنا نعرفوا انه لا عندنا رياض محرز، لا عندنا معناتها ما عندناش لاعبين، نعرفوا الجروب نتاعنا، والجروب نتاعنا الي مويان دونك لي مويان الجروب هذايا، اون فا ميزي الحاجه اللي تحكي عليها انت سي معناتها الانضباط التكتيكي. نحكيو على فكر نتاع كيفاش مش تلعب انت اكزاكتومون، لانك ما تنجمش تغير، ما عادش تنجم تغير، عندك زوج مباريات هذوما اللي بالنسبه لي انا اهم من معناتها من البطوله العربيه وكل. اذا هذا هو اليوم شنو اللي مطلوب؟
احنا مناش ندخلوا في الاختيارات، احنا ملاحظين، احنا وقت نشوفوا المباراه وقت نشوفوا القائمه وقت نشوفوا التكتيك مش نحكموا بعد، لكن اللي نجموا يلبوف انتيسيبي هما هذوما الكادر التكنيك اللي نحكيوا عليه. متفائل انيس بترشح ان شاء الله؟ ان شاء الله تجينا مصر. تحب مصر تجينا؟ علاش مصر؟ عندنا هنا راهو جمعيات كل يحبوا على تونس البارح، حتى احنا نحبوا على الناس الكل. شوف باش نجم تكون تتعدى المونديال لازمك تكون بيرفورمان مامي كل ادفيرسير، تحب تتعدى تتعدى كيكا زيد حتى الادفيرسير باش تلوج عليه شكون، تنجم تجيك ادفيرسير دو كاليبر ولازمك تتعدى باش تمشي المونديال. نقفوا جينا كامرون، نقفوا جينا غانا، ليه ليه؟ لكن نقول مصر علاش؟ ان شاء الله مش الكاميرون، خاطر عندنا عقده معاه. علاش نقول مصر؟ انا ليها سوندون بسيكولوجيك، كانوا عندنا ذولي دو كاليفيكاسيون معاهم 98 فغالي حسب ما نفكر ما قبل التاريخ. فوالا ما قبل التاريخ وتعديناهم. اون بلوس انا حكيت على مصر، اما شوف حط صلاح على اليمين وعلي مالو الماتش يطلع ما يقلقش ما يقلقش هكاكا ونيكا اي ربحناهم في تصفيات اللي فات في كاس فريق. كل ماتش عنده ظروفه. انا نقول حاجه برك، ولات بالعكس سامحني نيس، على صلاح يحصل علي معلول ولات كانت تفكروا الماتش اللي في لاتسيو. كمل. راهو احنا منتخبنا كان نمنوا به الحق، راهو عندنا اللي كاليتيه، ممكن احنا مانيش ممنين بهم برشا خاطر ثم تذبذب في الاداء، ما كيكونوا في نهار كبير ويحضروا مباريات من العبيه ذوما راه تشبشي معاهم البيدي ويخليوك تحلم، هما اللي خليو عنا الدوت كفني ولا كمتفرج بالاداء نتاعك. اذا انت تي كابابل باش تعمل 45 كيما البارح وتخليني ديما نتبع فيك وديما انا نكون ايجابي، اعطيني ديما افضل ما عندك. علاش؟ وحاجه اخرى باللي اسلام ممكن قبل ما توفى الميسيون بربي البنيه التحتيه، رام الملاعبي يشكيو، رام الملاعبي يشكيو من التيرانات، راهو كاتاستروفي. اليوم يحكي اليوم يحكي سي وجدي على البطوله التونسيه وعلاش ما عندنا حتى ملاعبي تونس، ثم تقاو ثم برد الملاعبين، والله لا عندك ملاعبي في البطوله التونسيه نجم كل يوم بيرفورمون يكون موجود في المنتخب. في كلمه كمان سي وجدي متفائل ولا في كلمه؟ والله حتى نشوف القرعه، حتى نشوف القرعه ما نكذبش عليك، حتى نشوف القرعه. توافق انيس تحب نحبوا مصر؟ كلهم صعاب، اذا كان احنا باش يكونوا معناها نمشيو للمنتخب عن جداره يلزمنا اي واحد في جينا من الخمسه اللي موجودين يلزمنا نفوز عليه. شكون تفضل؟ شكون تفضل؟ والله يفضل ممكن الكونغو، ممكن ممكن. لا 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 انا ما نستناش القرعه، انا نقول انه الفريق نتاعنا هذا كان ما يتصلحش ما عنده في مشي مشي. اخويا قداش متشائم يا ما لا، ولا كان ما يتصلحش الفريق هذا كان ما يتصلحش من هوني المارس مش يجينا فريق دو كاليبر، انا نقول لك مانيش ما عندنا فين مش نمشيو. شكرا. انا بالنسبه لي انا ما يهمنيش الادفيرسير، يهمني شنو. يعطيك الصحه سامي، شرفتنا بحضورك كيف كيف انيس. شكرا ليك سي ورد السيد. شكرا ليك ايضا انيس الجويني في الاخراج، ادم في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المدب.